السلام عليكم. اليوم غنخدم معكم هاد التقنية هادي اللي كنت ديجا خدمت معكم فيها في هاد الفاز هذا، خدمتو على الكارتون، خدمنا غير بالكارتون العادي ودلنا فيها التقنية هادي ديال الورق اللي كنحرقو، ومن بعد غادي نخدم معكم هاد الطيفور هذا اللي كيجي الشكل ديالو زوين، من داخل كنديرو فيه مرايا، هو كله توا كارتون الكارتون، وكيجي ما كيبقاش ملي كنديرو هاد التقنية ما كيبقاش يبان بانه كارتون. ومن بعد اليوم غادي نخدم معكم هاد الطابله هادي اللي هي من الاسمنت، ها هي وخدمت عليها هاد التقنيه هادي. اليوم غنخدم معكم هاد الطابله هادي، شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو بحال انا خدمت بهاد المول هذا ديال السيليكون، كان عندي قديم واللي خدمت فيه هنايا، تقدروا ديروا اي مول اخر، اي طاوه ولا شي حاجه. وغنحتاجو الاسمنت الابيض والاسمنت الرمادي، هاي كل الاسمنت الابيض اكثر من الاسمنت الرمادي. وغنحتاجو هاد بالنسبه للرجلين، هنا عندي ثلاثه رجيلات، هادو كنصايبو 100 خراط تقريبا 3 دراهم وقيله الوحده، ها هما هاد الرجيلات هادي صافي. والماء باش غادي نخلطو. دابا انا خلطت هنايا السيما هذيك الاسمنت الابيض مع الاسمنت الرمادي، ودابا غنضيف لها الماء وغنبدا نضيف لها الماء بشويه بشويه. صافي ونخلطو فيها بحال هكا، لينا بحال هاد الشكل هكا صافي، ونفرغوها هنايا في المول. صافي كنضربوها بحال هكا باش كتقاد لينا كيخرجوا لك الفقاعات. صافي كنخليوها هكا مقاده. كناخذ هاد الرجيلات هادو، هي نورمالمون هاد الرجيلات هادو نورمالمون كنحيدو ليهم هاد من هنا ومن هنا، هما الرجيلات هما هادو، غير انا كنخلي هادو بحال هاد الشكل هنا باش كتجي عاليه شويه. صافي غنخشيها من هاد الجهه نشوف العبار فين غنحطها، مثلا هادي نحطها هنا كنغرس هنا نجيب اخرى هنا هذا هنا ونجيب هادي هنا. صافي بحال هكا نخليوها حتى كتنشف صافي، وغادي ندوزو نوريكم كيفاش غادي نحققو هنا هذا الورق. هاي بعد ما هنايا نشفات لينا، بعد ما نشفات لينا هنايا انا دابا غادي نديمو ليها. وقبل حيت ليها هادو اللي زايدين هنايا حيتهم بالمنشار باش تجيني شويه هابطه على باش يجي بحال السيري يجي تجي هابطه على هنايا. انا دابا غادي نديمو ليها، كتجي ساهله حيت هذا المول ديال السيليكون كتجي ساهله باش نديمو ليها، كتجي بحال هكا صافي. هذه هي النتيجه اللي كنحصلو عليها. صافي كناخذو كرات الحرش وكنحكوها الا كانت شي بلاصه خاصها تحك، انا هذه جاتني مزيانه صافي. دابا غنوريكم كيفاش غادي نخدمو عليها. دابا غادي نحتاجو هاد الورق هذا، غنوريكم راه دايرة في فيديو صافي كيفاش قطعناه وحرقناه بحال هكا. ناخدو الورق ديال المخبزة وكنقطعو بحال هكا، وكنبداو نقطعو طريفات بحال هكا نقطعو بحال هكا طريفات، وناخدو واحد الشميعة نبداو نحرقو فيه.
كيعطينا هذا الشكل هذا بحال هكا. هذه الطريقه هذه راه دايرها في الفيديو اللي درت فيها الفاز بنفس التقنيه. هي طريقه سهله. اي ورق يمكن لكم تستعملوه. صافي بعد ما حرقنا الورق دابا غادي ندوزو كيفاش نلصقو. غناخدو هاد واحد البانسو، ناخدو بانسو، ناخدو هاد لاكول ديال الخشب صافي وغنبداو نلصقو. الطريقه راه سهله، وريتها لكم في داك الفيديو ديال الفاس. نلصقو بحال هكا بوحده بوحده. هي اللي درتو داك الاسمنت هذا الاخر الكري، خاصكم تصبغوها في البيض، ضروري يكون لو فون بيض. بغينا نخدمو هاد التقنية هادي. صافي دابا غنخليوها حتى تنشف. صافي باش نضربو ليها هنايا هنا في الظهر ديالها بحال هكا باش نكملوها نفينيوها. صافي نضربو ليها الفيرني ونوريكم النتيجه الاخرى ديالها ان شاء الله. صافي.
صافي ها هي النتيجه كتعطينا بحال هكا بعد ما كملناها ودرت ليها الفيرني. الفيرني هذاك الفيرني ديال السدادر هو اللي كيجي فيها مزيان ولا كيحميها. صافي كتعطينا هاد النتيجه بحال هكا هذه النتيجه اللي عطاتنا. وهاد الطريقه هذه راه يمكن لكم تخدموها سورتو سيبور اي فوق اي حاجه يمكن لكم تخدموها.